نعم واحنا بنتكلم عن الاحتكار، والاحتكار واحد من اهم المظاهر السيئه في حياتنا، في الاسواق، في المعاملات التجاريه. ايه الاحتكار وخطورته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. في اتجاهين في الفقه الاسلامي، في لان ورد طبعا في النصوص الشرعيه في الاحاديث النبويه بوجه خاص بشكل مباشر، وفي النص القرآني بشكل غير مباشر التعريج على قضية الاحتكار وبيان ذمها وبيان أنها من المحرمات. فلما وردت هذه النصوص كان العلماء بإزائها ليهم اتجاهين. إيه هما؟ اتجاه موسع واتجاه مضيق. الاتجاه المضيق هو اتجاه عامة العلماء، بيجعل أن الاحتكار اللي ورد ذكره في الأحاديث الشريفة هو احتكار مخصوص. وفي اتجاه آخر موسع، إيه هو الاحتكار المخصوص عند عامة العلماء أو عند معظم العلماء؟ أبو حنيفة والشافعية والحنبلة، أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعية الشيباني صاحب أبي حنيفة والشافعية والحنبلة، بيرون أن الاحتكار المحرم هو ما كان في الأقوات خاصة. ايه هي الاقوات؟ ما بها قوام حياة الانسان. يعني انت تيجي تحتكر في الدقيق، تيجي تحتكر في الفول، الاقوات المباشرة اللي هي السلع الاساسية، ما السلع الاساسية التي بها قوام حياة الانسان، مش السلع الترفيهية. ايوه، يعني مفيش مثلا احتكار عندهم مثلا في المانجا. صحيح، ما لان المانجا ترفيهيه، يعني سلعه مش الانسان لو استغنى عنها ما يموتش. لكن السلع اللي هي بتسمى بالقوت دي، الرز الدقيق مش عارف كذا الى اخره، هي اللي بها قوام حياه الانسان. بيسموها اقتصاديا يا شيخ احمد قليله المرونه، يعني مهما زاد عليها السعر الطلب هيزيد برضه. نعم. فبيقولوا ان هو الاحتكار الممنوع في هذه خاصه. في اتجاه اخر هو اتجاه المالكيه، بيوسع، بيرى لا، ده الاحتكار في كل سلعة، ما هوش خاص بالأقوات، الأقوات وغيرها. في اتجاه ثالث، اتجاه أقل، بيقول لا، ده في الأقوات وفي الثياب. فكأن عندنا اتجاهين رئيسيين، يعني الأقوات وفي كل شيء، والثالث برضو مذكور، الأقوات والثياب. فبناء على ذلك اتجاه الجمهور عرف الاحتكار بأنه اشتراء القوت وقت الغلاء بهدف بيعه بأكثر من ثمنه للتضييق على الناس. يبقى كأن هنا في مجموعة حاجات لابد انك تستدعيها، ان تحصيلك للسلعة يكون بشراء، تكون انت شاريها، مش جاي لك هبة، مش جاي لك هدية، وشاريها وقت الغلاء، يعني وقت بداية زيادة الأسعار تقوم أنت شاريها بهدف أن الأسعار هتغلى أكتر، مش شاريها وقت ما الحاجة رخيصة وراكنها، لا، أنت شاريها وقت احتياج الناس ليها فحرمتهم منها على أمل أن سعرها يزيد، فأنت يحصل لك طفرة أو مكسب أو كذا إلى آخره. ويبقى الهدف من الشراء هو الإمساك للتكسب تضييقا على الناس. في هذه الخلافات ماذا نفعل؟ ننظر إلى ما الذي اختاره القانون وجرمه ويكون هو الملزم للناس. يعني لو جه القانون المصري واختار أن الاحتكار مجرم في الأقوات وفي غير الأقوات، يبقى كأن القانون كده اختار الرأي الموسع، ويبقى حكم الحاكم يرفع الخلاف والقانون يكون ملزم. لكن في النهاية سواء على رأي المضيقين أو سواء على رأي الموسعين، في ملحظ دقيق، وهو إن حتى لو أنت تبنيت رأي المضيقين اللي بيجعلوا إن الاحتكار في الأقوات خاصة، ثم جئت لسلعة أساسية وضرورية في حياة الناس الآن، فقمت باحتكارها بما يعود على الناس بالضرر، هيبقى حرام برضو، بس حرام من جهة أخرى. أصل الاحتكار وارد عليه نصوص قاسية جدا، وارد فيه وصف بالخطيئة، وارد فيه لعن،
وارد فيه بشارة بأنه سيصيبه فقر ومرض في بعض الأحاديث، فهنا في عقوبة ولكنها من جنس عالي. حتى ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عد الاحتكار من الكبائر، احتكار الأخوات ده. لكن حتى لو انت مشيت مع رأي المضيقين اللي هم الجمهور اللي بيجعلوا ان الاحتكار في الأقوات خاصة، ثم جئت إلى سلعة أخرى ليست من الأقوات ولكن احتكارها يضر بالناس ضررا محققا، هيبقى حرام برضو. صحيح مش هيبقى نفس الوعيد بتاع الاحتكار الآخر، لكنه محرم. ليه محرم؟ لأن الضرر يزال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار فيما رواه ابن ماجه، الضرر يزال، قاعدة فقهية شرعية أخذت من الحديث النبوي. فهذا هو يعني ملخص ما يتعلق معنى الاحتكار. بمعنى الاحتكار.